حياكم من جديد مشاهدينا، وإلى أخبار ومنوعات حلقة اليوم. خلونا نشوف الصاير في العالم. بداية وأول خبر معنا من مصر أم الدنيا، ورصد مقطع فيديو رجل مصري يرمي الأموال من فئة 200 جنيه على المارة من شرفة منزله. ووفقا لجيرانه ذكروا بأن الرجل مهندس ميسور الحال، وهذه هي المرة الثالثة التي يلقي فيها الأموال، مما اضطر الشرطة لفك الازدحام الذي عطل الشارع. طبعا يعني صراحة يعطيه ألف عافية وجزا الله خير على هذا العمل الخيري الجميل. أنا بيتبرع ببعض من الأموال للأشخاص المحتاجين، ولكن اللي ما عجبني أبدا في الموضوع، في طرق كثيرة جدا أفضل من هذه الطريقة، أنه يرمي الفلوس من البلكونة. وأيضا بالطرق الثانية الأفضل راح توصل هذه الأموال إلى الناس الفقيرة والمحتاجة. فأتمنى فعلا أن يغير طريقته في التبرع. ما حبيت صراحة، ما حبيتها أبدا. خلونا نشوف خبر ثاني. خروج ألسنة لهب، يا جماعة هذا فيلم ولا حقيقة؟ أثار مقطع فيديو لخروج ألسنة لهب من باطن الأرض في إحدى قرى جنوب غرب مصر. طبعا الكثير من التساؤلات، والتي تعود حسب الخبراء لوجود انبعاثات غازية مرتفعة الحرارة من الطبقات السفلى الغنية بالمواد العضوية القابلة للاشتعال، والتي تتفاعل مع المياه الجوفية فتخرج على هيئة أبخرة محملة بالكبريت والأكاسيد. طلع حقيقة مو فيلم. الله يستر فعلا على الناس الموجودة هناك. نروح لأغرب أخبارنا لليوم. العروسة مريضة ومصابة بفيروس كورونا، والعريس سليم، ولكن طبعا قرروا أنهم يتزوجوا وما يأجلوا هذا الفرح أبدا، رغم ثبوت إصابة سيدة بفيروس كورونا المستجد. ولكن زوجها أصر على إتمام حفل الزواج في موعده، لتشهد الهند واحدة من أغرب الأعراس خلال سنوات. واحتفل العريسان في مركز للحجر الصحي زي ما انتم شايفين، مرتدين بدلات واقية مع كامل معدات الوقاية. وبعد الزفاف تم عزل كل من العريس والعروس في مركز الحجر الصحي. المضحك في الموضوع ان مستعجلين على ايش؟ تزوجتوا من حجرتوا يا جماعه، كل واحد انحجر على ايه؟ لحقينا الزواج. كنت صبرتي رسالتي للعريس، كنت صبرت لين زوجتك تعافت من كورونا وبعد كذا تزوجتوا. عموما الله يتمم لكم على خير باذن الله وتتعافوا قريب.